واحد سيدي غادي هو وصاحبو كيتساراو. واحد شويه داك صاحبو قال له شفتي داك السيده اللي لهيه؟ قال له اه شفتها. وقال له ديك السيده راه ديما كضرب راجلها بالصباط. ويقول له وانت باش عرفتيها؟ وقال له هي راه اصلا مراتي. هذا سيدي شي واحد رومانسي بزاف، هو يتزوج واحد البنت هي رومانسيه بزاف، ايوا مين تزوجو عايشين الحياه بخير على خير. واحد شويه قال ليها مراتي العزيزه علاش ما نزيدوش نحيوا هذه الرومانسيه؟ ايوا قالت له واش غادي نديرو؟ قال ليها انا غادي نمشي للمطبخ وغادي نصوني عليك بالتليفون وانتيا غادي تجاوبيني بيت النعاس. داكشي اللي دارو، مشى للمطبخ صونا عليها بالتليفون وجاوباتهم بيت النعاس. شي ساعه هاد المكانه هما كيهضروا في الرومانسيه. واحد شويه داك مرتو بغات تمزح معاه وهي تقول له ناري يا الراجل اعتق اعتق، وبرا حدايا وكيسمع كل شيء. ايوا السيد ما اندمش في الدور، هو يلوح راسو من الشرجم. الله يرحمه ما كانش العلو بزاف، يلا شي سيزيام ايطاج. هادي يا سيدي واحد المراه شكت في راجلها غيتزوج عليها. ايوا هي تجيب واحد ربعة البيضات وسلقاتهم وكل وحده لونتها بلون. مين جا من الخدمه حطت له داك ربعة البيضات، شاف هو في ديك ربعة البيضات كل وحده في لون، هو يقول ليها شنو هاد الشيء؟ وقالت له كل بعدا وعاد نشرح لك السر شنو كاين. ايوا خلاته تاكله وهي تسولو، قالت له ها من درا شبعتي بعدا؟ وقال ليها راني شبعت. وقالت له كي جاك المذاق؟ ايوا قال ليها المذاق راه هو هو مفروقين غير في اللون. ايوا قالت له راه هكاك دايرين العيالات كيختلفوا غير في الشكل، ما هما بحال بحال. ايوا قال ليها اه بحال بحال، ولكن الراجل ما كيشبع حتى تياكل اربعه ديال البيضات. هذا واحد خينا محشاش ومبوق وصايق واحد السياره، هو يدير واحد الحادثه مفلسه اسحق شي 200 خلق. شدوه الشرطه وكيحقوا معاه. واحد الشرطي سولو قال له كي درتي مسخوط الوالدين؟ ايوا قال له دابا انا غادي وعلى اليمين كاين واحد الشخص وعلى اليسار كاين واحد العرس، وانا محد نفراني غلط وصدقت كسيريت، شنو نقصد الشخص ولا العرس؟ قال له اكيد غتقصد الشخص. وقال له انا داكشي اللي درت، انا شنو ذنبي؟ راه هو ولد الحرام هرب ليا ومشى جهه العرس. هادي يا سيدي واحد المراه خدامه تتعاود لصاحبتها، قالت ليها ناري يا صاحبتي راجلي وشحال تينسى؟ راجلي كينسى بزاف، كل مره وشنو تينسى؟ مره تينسى السوارت في الطوموبيل، مره تينسى السوارت في الدار، وكل مره وشنو تينسى؟ ايوا تشوفي هذاك صاحبتها وقالت لها سعداتك انت يا بعدا هكا، انا راه راجلي كل مره تيشوف فيا ويقول لي والله ما عرفت فين شفتك. هذه وحده مكلخه تزوجت، ايوا دوز شي ايام في زواجها وراجلها جاب لها واحد الصباح السردين. ايوا قال ليها يلا وجدي لنا هذا الغداء انا غادي نمشي للخدمه. ايوا مشى للخدمه مي رجع لقى داك السردين مازال هكاك. قال ليها علاش ما وجدتيش؟ ايوا قالت له راني من الصباح وانا كنساينك باش تجي تذبحو. يقولوا راجلها من داك الساعه تخرج ولا رجع لحد الان.